فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لدي صورة للحرم المكي. نعم. لدي صورة للحرم المكي، وقد ظهر فيها الكعبة وحولها أناس يطوفون ووجوههم ليست ظاهرة، هل يجوز لي أن أعلقها تعظيما لبيت الله؟ ما يجوز تعليق الكعبة، ما يجوز، مش الداعي لتعليق الكعبة حتى لو ما عندها أحد، ما يجوز هذا. نعم.